السلام عليكم يا شباب. دي أواني تم العثور عليها تحت الهرم المدرج. دي كانت 40,000 قطعة ترجع للأسرة الأولى، تمام كده؟ أنا عايزك بقى يعني تشوف معايا صقل ونحت والتنعيم في الأحجار، تمام؟ يعني ما تقولش إن ده يدوي، يعني أنا مش مقتنع برضو لحد الآن إن كان ممكن ينحت ده يدوي، وإن كان في حاجة أكتر من اليدوي. خد بالك من الاستدارة، بتاعة الإناء ده أو ده. تعالى بقى نروح للأفظع منهم، ده كده، ده ممكن مش الشكل ده، إنه ده كده أقول لك ماشي يدوي شوية، بس يعني بقيت الأواني وبقيت الكلام ده يستحيل تكون دي باليد بالإيد كده، ده يستحيل. ادي إناء تاني اهوت، وادي نحته تنعيمه، وادي جزء تاني برضو موجود، إناء برضو موجود. فما تقوليش يا ابن عمي يستحيل، ده ينعمل بالإيد. تجيب الاستقامات والدوائر دي كده والنحت والتنعيم بالطريقة دي يدوي. للأسف أنا أتحدى أي نحات، مش مهم الوقت، خد بالك أنت من الحاجات الصغيرة دي، مش مهم الوقت، بس طلع لي حجر صلد زي ده كده بالنحت والتنعيم والاستقامة والكلام ده كله بأدوات بدائية، مش بمكان. اللي أنا أعرفه إن اتنحتت بأيدي مصرية خالصة، فكر وعلم موجود، بس للأسف كانت في معدات غير المعدات البدائية. ده وجهة نظري. ده أواني من الأسرة الأولى، تم العثور عليهم تحت الهرم المدرج، ودول 40,000 قطعة أو 40,000 وعاء من الأحجار. قدام حضرتك أهو.